محسن لشهب الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل ببنقردام. اليوم سجلنا اليوم يعني توقف على العمل بكافة المؤسسات العمومية والخاصة بالجهة استجابة لقرار الهيكل النقابية بالاتحاد المحلي للشغل اتخذته مساء أمس على إثر الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مقر الاتحاد المحلي، وكذلك بعض الاعتداءات التي طالت مؤسسات خاصة ومؤسسات عمومية والاعتداء على العاملين بها ومضايقة بعض الهيكل النقابية وتهديدهم. يا بن جمعة يا خسيس ويا زريعة الفرنسيس وبن قرداني وموش رخيص ويلا ارحل يا شباب يلا ارحل يا شباب. اعطت الحكومة الأولى والثانية اعطت وعود لكن للأسف لم يحقق شيء من الوعود. اعطت الحكومة هذه الثالثة أو الرابعة أو سميها ما شئت. نحن تخوفنا مما وقع لنا في السابق وعود، ولكن في هذه الوقفة الاحتجاجية لن نستسلم لن نستسلم لن نستسلم، وسنبقى في الاحتجاج، واحتجاج سلمي ليس احتجاج فوضى، ونريد كل أبناء بن قردان يسمعوا هذه الكلمة. احتجاجنا متواصل حتى ولو فتح رأس جدير، كلنا يعمل على شكلته، لكن نحن المعطلين ونحن البطالة لما شابه كذا احنا نتحدث باللغة العامة، لا اتحاد عام تنزل الشغل، لا حكومة ولا وزارة. الناس البسيطة اللي ما تمشيش الليبيا، نحكي لك على اللي ما تمشيش الليبيا، اللي عندها خشم الفوق ما تمشيش الليبيا. احنا رانا ذري تونس، رانا أولاد تونس، وإحنا رانا قاعدين معناها في حتى على مستوى أمني قاعد الناس قائمة بالوجه، أولادنا مطمئنين عليهم، حتى اللي يمشوا ليبيا ما يجيبوا إلا في حاجات معناها بسيطة. شنو هي حاجات بسيطة؟ التجارة الموازية يا أخينا راهي مش في قردان، التجارة الموازية في رادس. نحن التجارة الموازية الذين يتهموننا بالتجارة الموازية، من أين التجارة الموازية؟ أين الرأسمال في قردان؟ 20% حتى على مستوى أمني. منين تعدل العلوش، منين تعدل الحيوانات، ومنين تعدل الخضر، ومنين تعدل السلع المدعمة، سلعة المدعمة اللي بياكلها الزوالي ولا تعدل ليبي. احنا رانا نحب نعيش وعيش كريم، نعيش بدينار ولا نرضى المذلة. الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة، الموت ولا المذلة. بالنسبة للاتحاد عام تونسي شغل بن قردان، راهو الشيء اللي أدى أن العباد كل معنا ثم غرل في داخلها عن الاتحاد عم تنشغل. علاش؟ لأن الاتحاد أول حاجة ما بغاش يساند الوقف الاحتجاجي، ما بغاش الاعتصام، هذه حاجة. وثاني حاجة العباد كل تسأل تقول لك علاش الاتحاد كيف هم زيادة في الشهرية، وإلا زيادة في الشهرية حبس الدنيا كل، يحبس لك تلامذة ويحبس لك إدارات ويحبس لك بنوك على خاطر زيادة في الشهرية. مي كي جت الحكاية معنا على خاطر مطلب شعب، مطلب تنمو اللي هو استحقاق بن قردان، العباد حبس الاتحاد ما حبش يعمل إضراب عام، وواصل إنه وخذي قرار إنه يواصل ما يعملش ما يساندش الشعب. هكا علاش الشعب معناها تكون كيما القلب في داخله، مما أدى للنتيجة اللي هي الحرق. الاتحاد ساند كل المطالب، بس يمكن نختلف في طريقة متابعة هذه المطالب. نحن لنا طريقتنا في متابعة تفعيل المشاريع التنموية، وكذلك مطالبة السلطات المحلية والجهوية بالإصرار بفتح معبر رأس جدير. لنا طريقتنا، قد نختلف في الصيغة، لكن المطالب كنا من أوائل المساندين عليه، هو أكبر دليل على ذلك كل بياناتنا يعني تثبت ذلك. يا بن جمعة فاش تخرف، أنا مسلم مش متطرف، بن قردان فيها نشرف، يلا ارحل يا شبان يلا ارحل يا شبان. بالله نحب نقول حاجه، فما برشا عباد تقول اللي راه النهضه والطرف السياسي اخر تحرك في الاحتجاج هذا، نقول لهم لا، الا راهو الاحتجاجات كانت حتى في عهد الترويكا وعهد النهضه وعهد الفتره الحكوميه بتاع حمادي جبالي، و كيف صف البن قردانيه بالارهابيين، تحركت الاحتجاجات من ساعتها وزادت تواصلت الى الان، والشباب كانت تحرك نتاعها عفوي والاضراب نتاعها كان عفوي، و
وما هناك حتى دخل أي طرف سياسي كان. الهيكل الجهوية أعلمت الهيكل الوطنية والمكتب التنفيذي الاتحاد العام التونسي للشغل بدوره أعلم ونبه الوزارة الداخلية، وهذا مؤكد على إمكانية أن يقع الاستهداف الاتحاد المحلي بن قردان، ولكن للأسف الشديد يعني لم تقع يعني الاحتياط وحماية المقر، وحصل يعني ما كان متوقعا، يعني حكم أن الأمن تقريبا لم يلتزم بما تعهد به، وهو أنه اعتبر الاعتداء على مقر الاتحاد هو خط أحمر، ولكن تبين أنه خط أخضر للأسف. يعني أطراف أنا أعتبر هذه الأطراف اللي قامت بالاعتداء هي أطراف يعني هي مجموعات مفلتة تريد يعني الفوضى للجهة ولا تريد الاستقرار، لا تعنيها التنمية، لا يعنيها فتح معبر رأس الجدير، بل هي تريد الفوضى لتسمح لها أو لتسنح لها الفرصة أن تفعل ما تشاء. للأسف يعني في ظل هذه الفوضى كثرت يعني السرقات، سجلنا عديد الحالات السرقات في الليالي السابقة، ربما هذه الفوضى زاد ثم شكون زاد يمكن تتوفر له الفرصة باش يمكن يحقق أهداف أخرى، لعلنا لا يعني لا نعلم يعني طريقة يعني الوصول لها. على كل سنتصدى بإذن الله لكل هذه المخططات بالتضافر جهودنا مع جهود بقية مكونات المجتمع المدني ومع أهالي بن قردان الشرفاء والمواطنين الغايرون على هذه المدينة وهذه الجهة.